شلون صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. طبعا قاعد اعبر على الجسر، بوعت منه، شفت هذني 5 سمكات أو 6 في حلة مال كارب، كل وحدة ما تقل عن 10 كيلوات، 6 7 تقريبا 8 بيها، فما اعرف اذا قاعد يبينن او قاعد يسبحن. اقرب لكم تصوير، طبعا دني حتى ما ينجرن، شوف مش كبرن، مش كبر السمن الوحدة، بالعافية على اللي يصيدن. طبعا هنا السمك، احنا بامريكا ولاية اريزونا، السمك الكارب ما يحبوه هم، و لا يصيدوه يرجعوه للمي. شوف هذا شلون قام تلعب، عندهم الكاتفيش هذا الشكل مثل الجري يحبوه، واكثر العالم تجي للتسلية، من يصيد يصيد بالسنارة، ممنوع طبعا يصيد بشبكة، ومن يصيدها يرجعها للمي. ما شاء الله كارب يخبل، طبعا انا دائما اصيد هنا، واكيد يعني من اصيدها اخذها للبيت، اقطعها واخليها بالفريزر واقليها بتقوى اطيب من الشوي، لان هذا السمك مو دسم، مو مثل سمكنا، بس هم طيب يعني لا بأس به. ان شاء الله هم اجي هنا وصيد لوحدة اثنين واصورهن لكم، اجزلكم التصوير. نشوفكم بخير ان شاء الله، تحياتي لكم.